اقول لك ابو عمار ما حجي ما تودى هاي مرت ابنك المستشفى ما ادري ايش بيها وين هي هاي وراك تعال ابو يلا يما رحمة الوالديش ما تقولي للزوج تسوي لي غدا يما زوجتك اخذها ابوك للمستشفى عندها حاله ولاده كفيل ايش العباس وفاضل اذا جابت بنيه اليوم اللي اطلقها وانا قاعد لها هنا ويا عامر افرح جتك بنيه على الخير والبركه هو علي من افرح جابت البنيه وتقول لي افرح كفيلك العباس وفاضل لا اريدها ولا اريد البنيه وهسه اطلع بيها واطلقها ويا انت متعافي الناس تتمنى يصير عندها طفل ونوبتي تطلق المرية بويا ترى هذا الحكي ما يعجبني انا من الزواجيت حتى يصير عندي ولد ويحمل اسمي يا ابويا اعطيني الجنطه انا اوديها لاهلها ويا عساها بحظك وبختك طلق مثل العالم شنو ذنب هالبنيه هذا بيت اهلك ابن يم اهلك وراش اجيب لك ورقه الطلاق وصيحي لاخوك يلا اخوي عامر اقول لك شو جتني اختي تبكي تقول عامر طلقني شنو السبب ويا انا تزوجت اختك على سنه الله ورسوله يعني هاي ثالث طفل تجيب لي بنيه يعني تخلف بس بنات اخوي عامر احمد الله واشكره العالم تدفع ملايين بس على مود يصير عندهم طفل يا اخوي اخوي اذا انت تريد ولد وانا اريد ولد وزوجتك صارت عندها حاله ولاده من يجيبها الدكتور او الدكتوره غير الدكتوره اخوي لا دكتور ولا دكتوره هذا الحكي يفيدكم هاي الجنطه مال اختك ويومين وتجي الورقه مال الطلاق مال اختك يلا في مال الله